السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين لكم، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام الفقرة الأولى التي لدينا في هذه الحلقة، وهي فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. تداول مواطنون عراقيون مقاطع مصورة لمداخل العاصمة بغداد، انتقدوا فيها الحالة المزرية للشوارع في مدخل بغداد وغياب الدور الخدمي لأمانة العاصمة التي تستحوذ عليها الأحزاب الفاسدة. المقطع الآتي الذي ستشاهدونه بعد قليل يوضح حال مدخل العاصمة الشمالي من ناحية التاجي، لنشاهد. نبقى مع نفس الموضوع مشاهدينا الكرام، وننتقل إلى مقطع آخر لدينا يبين أحد مداخل العاصمة أيضا، صوره أحد سائقي السيارات وانتقد من خلاله الوضع الخدمية في الطرقات الغير معبدة، وكذلك انتقد المتداولون للمقطع نظام الهز المروري في ظل وجود شوارع مثل ما ستشاهدون. هذا مدخل بغداد، مدخل بغداد، هاي شوف هذا الطريق، لا بقت سيارات ما انهجمت، لا بقت تاير، لا بقى ماكينة، فلتر الشوته كل درب مبدله بوطرة، هاي الطرق والجسور مت عينك الكاظمي. هاي هذا العراق، هذا البوق، هذا مدخل بغداد، هو شبيه مدخل دبي، الأقواس مال دبي مثل هاي بالضبط، ما في فرق. هذا الطريق التاجي، طرق الجسور مال المرور ما بيهم شريف، شريف ما بيهم. لنتابع بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. لدينا خالد يقول: معقولة حزب الدعوة هذا الذي حكم العراق ما شاف هذا الطريق؟ احتمال إسرائيل ما تقبل. عندنا تعليق من تمارة تقول: والله العظيم دمار، وإحنا يومية دوام رايح جاي من بغداد للتاجي. عندنا تعليق من إبراهيم يقول: نظام الهزاز مو على مود سلامة المواطن، على مود بوغ فلوس من المواطن، تحياتي للمرور. عندنا تعليق من أبو سعد يقول: يا أخي والله مصيبة، ساعة ونص على ما عبرت هاي المسافة اللي تقدر بألف متر، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل فاسد بهذه الدولة. نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم مشاهدينا الكرام لإبداء آرائكم بشأن ما نعرض في حلقتنا لهذا اليوم. ويانا السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر. حياك الله استاذ محمد المحترم، وحيا الله قناه الرافدين والساده المشاهدين الكرام. اهلا وسهلا ابو عمر. اهلا وسهلا بك. استاذ عمر، استاذ محمد، احنا المداخل اللي بغداد ومحافظات والطرق الخارجيه اللي من 2003 ولحد الان، يعني هذه تعكس على الدوله وتعكس على سلطه الاحزاب، اذا كانت نظيفه واذا كانت جيده وشوارعها جميله
والطرق الخارجيه يعني المواطن من يطلع الى يعني يقضيها خمس ساعات اربع ساعات من يشوف على جوانب الطريق نظيفه وماكو نفايات وماكو انقاض وماكو من الامور اللي هاي اللي يعني تجرأ من عين المواطن من يشوفها وسخه ونفايات فيها والسكارير وجلكم الله الحيوانات اللي مشموره بالطريق. هذه كلها تعكس على المواطن انه يعني ما يقدر يشوف وما يقدر يشوف هذا المنظر اللي موجود في الطرق الخارجيه، لكن اذا كانت نظيفه وكانت مرتبه وكانت يعني مزينه بالاشجار، مزينه بالارصفه، بالصبغ، بالشوارع النظيفه، تعكس على الدوله وتعكس على اهتمام الدوله بالشوارع الخارجيه والداخليه، وتكون هاي الدوله لها يعني حبها لولاها لوطنها وحبها لشعبها، فيعني يعني حتى الزوار اللي يجون عندنا من باقي الدول وباقي المحافظات اللي من بين محافظه ومحافظه يعني يشوفون الطرق الخارجيه فلان منطقه احلى من فلان منطقه، فلان يعني محافظه احلى. هذه للاسف احنا هذا الموضوع هذا الموضوع اللي ما موجود اليوم، اللي ما موجود اليوم، كيف يمكن ان يتحقق في ظل وجود هذه الاحزاب؟ استاذ محمد ما يتحقق هذا الموضوع، ما يتحقق النظافه عندنا وما تتحقق الطرق اللي كلها مدمره ويراد لها صيانه بوجود هذه الاحزاب وقيادات الاحزاب وميليشياتهم، لانه جميع الاحزاب وقياداتهم هذه الاموال اللي قاعد يسرقوها من نقود الشعب ومن مال الشعب اللي تروح بجيوب الفاسدين اللي قاعدين يسوون مولات واللي قاعدين ياخذون يعني بيوت يعني بالدول وياخذون ارصده اللي تتخلى بالبنوك اللي بالعراق وتتهرب للخارج. فهذا دلالة على أنه ماكو دولة أنه تقدر تسوي الخدمات لمواطنيها ولشعبها، هذا دلالة عن الفساد اللي من أجل. طيب أبو عمر عندنا أحد الأخوة اللي علق بشأن هذا الموضوع، قال بأنه خدمة الهزاز أو هذا النظام الجديد لفحص المركبات شنو قيمته وشنو فائدته إذا الطرق غير معبدة، إذا غير صالحة أن تسير فوقها السيارات؟ يعني أنت تريد مني فحص متانة وجودة للسيارة وكفاءة حتى تكمل هذه السيارة لمدة عام أو عامين بدون مشاكل ولا تؤثر على البيئة ولا تؤثر على السائق، طيب وأنت غير توفر لي في المقابل أرض معبدة، جسور، طرقات، أنفاق وما إلى ذلك حتى أسير أو تسير هذه السيارة عليها بشكل نظامي؟ شلون يخترعون هذا النظام أو يؤسسون هذا النظام في العراق، نظام الهزة؟ والشوارع والطرق هي مهزلة حقيقة، اللي شفناه هذا في دول متخلفة وليس المفروض وليس في دولة غنية. أستاذ محمد، هاليوم النظام اللي بكل الدول الغربية وبالشرق من يكون القرار الحكومة أو قرار يعني مديرة المرور العامة من تطبيق القرار للمواطن، يعني سيارته تكون كاملة مجهزة، سيارة الإطارات تكون دائما يعني مرتبة ما مكسرة، الجام اللي موجود بها، تايرات، المحرك، كل هاي الأمور اللي تخص شؤون السيارة، يعني دلالة بأنه لازم الحكومة تعطي شوارع، تعطي أنفق، تعطي جسور، تعطي شوارع عريضة من أجل أن تكون سيارة المواطنين يعني ما تتخرب ولا يصير تتوصل إلى حوادث، إلى لا سمح الله دهس إنه في الشوارع. هاي لازم تكون، لازم يواجب الحكومة قبل ما تحاسب المواطن وقبل ما الهزازي أن هذا العمل الفقرة الجديدة اللي قررها مديرية المرور العامة لازم أيضا هي قبل أول تحاسب نفسها وتحاسب إنه يكون لازم لها مبدأ اللي تهتم للمواطن، لكن للاسف هي تاخذ من المواطن وتاخذ 30,000 تقريبا اللي ما عرفناه اللي هي فائده المرور وفائده الاحزاب اللي موجوده، لكن من ما تعطي انه فائده الشوارع. شكرا ابو عمر، وصلت الفكره. نعم، انا اشكر حضرتك للمشاركه. نكمل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام مواضيعنا في هذه الحلقه وننتقل الى محافظه البصره، الى عاصمه العراق الاقتصاديه. وثق ناشط من محافظة البصرة الفساد المالي الحاصل في مشاريع ترميم بعض المرافق داخل المحافظة، ويقول بأن هناك هدر لملايين الدنانير على تصليحات وتعديلات بسيطة لا تكلف ما هو مصروف عليها أو ما قيل إنه أنفق على هذه المشاريع.
ويقول بأنه هناك فساد واضح. دعونا نشاهد. أخواني السلام عليكم، أخواني شاهدوا وياي هاي النافورة، نافورة الدلة والفنجان، هاي موجودة بتقاطع التربية مقام البمنة البطاقة الوطنية، طبعا هاي تعتبر أقدم نافورة في محافظة البصرة بعد التغيير بعد 2003 من منجزات الحكومات السابقة. طبعا بلدية البصرة كل سنة ترصد 150 مليون لإعادة تأهيل وترميم النافورات الموجودة في محافظة البصرة. هاي قبل شهرين أهلوها رمموها، أنا فتت عليهم جايبينهم سطلين مال صبغ، السطل ب5000 هاي 10000، وجايبينهم 4 فرش، الفرشة ب2.5، هاي ايش قد صار 10000 و10000 20000، واربع عمال على 25، هاي ايش قد صار 120000. الجماعة شو مسجلين بالوصل؟ الله يعلم، مسجلين 15 مليون مدري 20 مليون مدري 25 مليون، يعني بس بشرفكم محافظة البصرة ثاني أكبر محافظة بالعراق، هاي عاصمة العراق الاقتصادية، هاي من الموازنات الانفجارية، ما بيها نافورة وحدة نموذجية، ما بيها فلتة نموذجية. الآن مشاهدينا الكرام، ماذا ورد في تعليقات النشطاء في موقع فيسبوك؟ أبو علي يقول: بلد تعود على الفساد من أصغر موظف بالدولة إلى أكبر موظف، صار مرض بيهم ما يقدرون، الشعب العراقي انظلم بسبب هؤلاء الحثالات. عندنا تعليق من علي يقول: بلدية البصرة نطالبكم بتفسير واضح لهالحالة، ما نريد تبرير نريد تفسير. عندنا محمد يقول: أفسد دائرة بالأخص الصحة والبلدية، واثنينهن تابعات للإصلاح. خالد يقول: الكل يسرق من موقعه والعراق إلى الجحيم، الكل حرامية. معنا السيد أبو عبد الله من الأحواز، تفضل أبو عبد الله حياك الله. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك لك ولكل مشاهدين قناة الرافدين. حياك الله، أهلا وسهلا أخي. إذا استحوذ الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان على الإنسان، إذا سرق أول مرة يمكن يبغى يسرق، فالخاسر الأصلي هو الشعب العراقي. والكلام الثاني بقوله يمكن خارج الموضوع أخي، أتانا على الشعب العراقي الذي يتبع مختدى، مو أريد أشوف مختدى إيش راح يعمل لكم، يأخذكم للشط ويجيكم عطاش على قولة أهلنا، بعدين وصل الحد بأن يهين زوجات النبي صلوات الله عليه، أريد أشوف ماكو رجال يوقفوا على حده ويقول له هذا حدك، مو أنت في شرف محاولتك، ولهذا تخليه غيظك على شرف النبي. الله ينعلكم دنيا وآخرة، مو أنتم الصدريين تقولون العراق لكل أبناء السنة والصائبة وغيرهم، وتقولون سنة وشيعة وهذا الوطن منبيعة، فشلون أنتم تهينون نساء النبي؟ ما تقولون السنة يختارون يزعلون؟ وإذا أنتم معكم رجال يكفى على حده، فهنا موجودين احنا بالعواز، ولازم يصير مصيره كمصير سلمان رشدي. وتحياتي لكم. سيد ابو عبد الله، نشكر حضرتك شكرا جزيلا حقيقه، وجاء الرد مباشره من جهات علميه وجهات دينيه، انتقدت اولا الجهل الذي يتمتع به مقتدى الصدر وعدم ادراكه وفهمه للشؤون الدينيه، ورد عليه الاكفاء من العلماء ومن الشيوخ والمشايخ، ردوا على هذه التفسيرات الغير منطقية والغير واقعية والغير حقيقية والباطلة طبعا. ومثل ما تفضلت حضرتك، يتحدثون إجهارا ويقولون بأن العراق للعراقيين جميعا بطوائفهم وانتماءاتهم ومذاهبهم، لكن واقع الحال مختلف تماما، وأكثر من مرة حقيقة يخرج مقتدى الصدر بتغريدات طائفية طائفية بامتياز، ومع هذا نراه يخرج إلى العلن ويقول العراق للعراقيين. فكيف تفسر هذه التناقضات حقيقة؟ هل هي جزء من تناقضاته المعروفة، أم أنه يحاول أن يتصنع الوطنية ويوهم العراقيين بذلك وفي الخفاء؟ يعني معروف للجميع ما الذي يحدث. عموما مشاهدينا الكرام، دعونا نكمل مع حضراتكم
ما الذي لدينا في هذه الحلقة من مقاطع أخرى ومواضيع مختلفة؟ ننتقل إلى محافظة ديالى. تعاني هذه المحافظة من جفاف الأنهار فيها، ولا سيما طبعا نهر ديالى، وبالتالي فقدان المحافظة للثروة السمكية. ناشط من الأهالي ديالى تحدث عن هذه الكارثة من أمام النهر الذي أصابه الجفاف. لنشاهد. السلام عليكم. ثروة جديدة في محافظة ديالى تنقرض لأول مرة في ديالى. أنهر محافظة ديالى باستثناء نهر دجلة خالية من الأسماك بشكل كامل، بعد ما كانت هاي الثروة هي مصدر رئيسي للعيش لأكثر من 20% من الفلاحين والقرى، اليوم اختفت بالكامل. بحسب المصادر الرسمية اليوم ديالى تمتلك أقل من 10% فقط الأحواض اللي منصوبة على نهر دجلة والصيادين في نهر دجلة. بحيرة حمرين كانت تعتبر من أكبر البحيرات في المنطقة، اليوم اختفت بالكامل. خسرنا ما يقارب 5 مليار متر مكعب من المياه، خسرنا أيضا وياها أطنان من الأسماك كانت تعتبر إحدى الثروات بعد الزراعة في المحافظة. اليوم السؤال، من المستفيد من هدر المياه، ومن المستفيد من جفاف الأنهر في محافظة ديالى، ومن المستفيد من تدمير الثروة الزراعية والسمكية؟ فلم لنتابع مشاهدينا الكرام التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. هاشم يقول: اصبر سنة واحدة وسيصبح العراق مثل لبنان يعلن إفلاسه. تعليق من أبو حقي يقول: إيران هدفها تدمر ديالى بالكامل حتى تمشي بضاعتها أو تمشي بضاعتها علينا. نرجس تقول: إيران المستفيدة، المهم إحنا ما عدنا مي، هذا اللي تريد دول الجوار مع الأسف جارتنا. وعدنا تعليق من علي هادي يقول: والله إيران لو تقطع الهواء هم حكومتك ما تقطع علاقتها بها، بس الهواء بيد الخالق. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مقاطع. طبعا عرضنا لحضراتكم الجانب السلبي أو جزء من السلبيات الموجودة في العراق والمشاكل التي يعاني منها المواطن، لكن دعونا الآن ننتقل إلى الحالة الإيجابية. لابد للعراق أن نجد فيه ومضات إيجابية لحالات تكافل اجتماعي، مساعدة العراقيين لبعضهم البعض، لقطات إيجابية تعطي الأمل لمن يشاهد أن العراق لا يزال في خير. هناك فرصة، فرصة لإنقاذ هذا البلد من ما هو فيه. ما لدينا الآن عائلة من منطقة الحرية في العاصمة بغداد طردت من المنزل لعدم تمكنها من دفع الإيجار. هب أبناء المنطقة، وخلال دقائق قليلة جدا تم جمع مبلغ كبير من التبرعات من أهالي مدينة الحرية إلى هذه العائلة الكريمة التي تم طردها قرب متوسطة المحمرة من قبل صاحب المنزل، ووفروا لهم سكنا مناسبا. لنشاهد. الحرية ما قصروا، خير وبركة، هاي أقل من نص ساعة، الله شاهد عليه، أقل من نص ساعة. هاي الأبطال، هاي أبطال الحرية، هاي قدامكم أهل الغير أهل الحرية، هاي أهل الغير أهل الحرية، أمانة الله ورسوله، خير وبركة، خير وبركة أهل الحرية، رحم الله والديكم، ما قصرتوا. لنتابع الآن مشاهدينا الكرام التعليقات، وهناك الكثير منها حقيقة، لكن جئناكم بشيء بسيط. أبو حسام يقول: الله يحفظ الناس الخيرة أهل الغيرة العراقية. عندنا تعليق من آزاد يقول: الله يعوض كل من شارك الأجر ويبارك بالشباب اللي وقفت تجمع، وهاي الغيرة العراقية أبد ما تنوصف. علوش يقول: ماكو مسؤول يشوف يسمع؟ أكو أكيد. محمد يقول: أكثر الأيام أقول العراق انتهى، لكن من أشوف هذه الغيرة والطيبة والنخوة أقول أنا غلطان، العراق بعده بخير. الله يحفظكم ويبارك فيكم وجزاكم كل خير. معنا السيد محمد من أمريكا، تفضل يا محمد. أهلا، السلام عليكم، أحيي قناة الرافدين البطلة. ورحمة الله، حياك الله. محمد، عمري من 2003 وهذا مقتدى سوى بالسنة. بغداد وأطراف بغداد هو الميليشيات مالته، وأنه بيتهجم على سيدنا محمد. أنت توصل لسيدنا محمد؟ لا والله العظيم، لا أقول ظلم، راحت الزلم الخشنه، وكان يعقوك من الامامه مالتك القدر،
بابي خير ما انهزمت، ابي الجماعه تكون انهزمت، قلت لهم حين شاف مثل الكلام. طيب سيد محمد، سيد محمد، العلماء الذين ردوا على مقتدى الصدر بمنطق وبعلميه اثبتوا جهله بالجوانب الدينيه وعدم فقهه بهذه الامور، وخلص يعني جاءه الرد من اهل العلم ومن اهل الاختصاص. انا اريد من حضرتك تعليق انه على الجزئيه اللي طرحناها بالادعاء، يتكلمون على المنابر وامام الاعلام انهم وطنيون يخشون على العراق، يخافون على مصلحه العراق، يريدون عراقا لكل العراقيين، وواقع الحال والحقيقة تقول غير ذلك، ليش هذا التناقض والنفاق المستمر؟ أكيد كلنا كذب، قلت لك اللهم رب الطائفية، ما يريدون سني بالعراق، الأوروبا تجي هم يشتغلوا صالح إيران، ما يريدون عراقي سني بغداد، يجي يهجروه، لا لا تخص سنية ولا ما يخلون العراقي يعني بالعراق، يجي يهجروه، يجيبون خوالهم العجم، يشوف كربلاء النجف عنده كلها إيرانيين. كفيلك الله كلهم ولاهم ايران، كفيلك الله عندنا هسه هنا بامريكا، كفيلك الله ابو عبد محمد صاروا مسيح حتى من جماعه مقتدى حتى يصيرون مسيح، صاروا مسيح، كفيلك الله يعطوهم 700 دولار. طيب الله شاهد. سيد محمد تعليقك هذا لان مو موضوعنا، تعليقك على المقاطع اللي عرضناها، خلينا نتكلم بجزئيه العاصمه بغداد. بغداد عاصمه العراق، البلد الغني بهذا الشكل المأساوي، مداخل بغداد ترابية فوضوية غير معبدة، يعني حقيقة منظر مؤلم للغاية أن واحد يشوف أنه هذه بغداد، قلعة العلم ومنارة العالم اللي كانت في السابق، هيك يكون واقعها اليوم؟ عزيز أستاذ محمد، هم من 2003 كفيلك محمد تدمير العراق، يجي قاعدوا لجع هي مؤامرة إيرانية، كفيلك الله يشتغلون كلها صالح إيران ليس للعراق، كفيلك الله شيعة إيران هسه بالعراق عايشة، شيعة إيران ولاها كلها الإيران، ليش تقول لي العراق شيعة الإيرانيين، ليس شيعة العراق، شيعة إيران، كفيلك الله، وذول إيرانيين لهم حرج هم جهالوا. تحياتي للقناة الرابطة. شكرا شكرا سيد محمد. المجاهدة. الله أكبر. الله يسلمك. أبو أحمد من بريطانيا حياك الله. اهلا وسهلا ابو احمد. والله ملفاتكم جدا 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 رائعه وطنيه. اذا تسمح لي يعني اذا تسمح لي ملف ملف اخر. تفضل حياك الله. الله يطول عمرك ويرحم حياك. الملف الاول خلي يستفادون من تجربه مصر جماعه مدخل بغداد. يعني مصر الهاي ويات مالتهم او الخطوط يعني الخارجيه مالتهم ياخذون من كل سياره مبلغ، هذا المبلغ يحطوه في صندوق. هذا الصندوق يعمرون به الشوارع والاضويه ويطوا الرواتب للعاملين عليها. انت هم ياخذون فلوس من اللوريات اللي داخله الى بغداد. جوجل نصها يعني تسمح لي اقول لك هاي ولو عيب هي هاي. جوجل نصها خلوها للتعمير. مو تبوقوها كلها بحجه او باخرى، هاي مصر بصفكم روحوا شوفوها، لا عندها نبط ولا حاجه. هذا الاولى. ثانيا كل المناصب الحكوميه الان بالوقت الحاضر ومنها البلديه و هي محاصصه، والمحاصصه صلعينه معروفه جابها بريمر لعنه الله عليه مع هذه اللي يحكمونها بالاخ. هذه معناتها ما راح يحط لك شخص كفو وعنده غيره على البلد، راح يكون تابع الى جهه من الجهات. هاي لازم تاخذ تجربة او ثلث مدخولاته، فبالمحصله النهائيه هو يطلعها بطريقه او باخرى. نعم هذه مثل الحل. هاي هم النقطه الثانيه. النقطه الثالثه حول دياله مسألتها تبتشي، يعني تبتشي بكل معنى الكلمة. دياله كانت أرقى أنواع البرتقال، أرقى أنواع الرمان. ما معقولة وزارة الزراعة إذا كان فيهم، ما معقولة ما فيهم واحد شريف، واحد وطني، واحد عنده غيرة يروح يشوف أنه هذه المدينة ليش وصلت لهذه المرحلة. البيئة، وزارة الموارد المائية، يعني ما معقولة. إحنا العراق ترى قافي على آبار من الماء، مو بس نعتمد على نهر دجلة والفرات. كن على ثقة. أنا أتذكر سنة 91 من صار القصف الأمريكي على العراق، إحنا كنا في 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 مصنع سمنت كربلاء. الشيخ نايف الهزال الله يرحمه قال عندي بير، هذا صالح للشرب، جايب شركة، وقال المنطقة كلها طافية على آبار. زين يا أخي اشتغلوا أنتم موارد مائية. سيد أبو أحمد، يعني اللي دي يحكمون العراق اليوم اكتشفت يعني كشفوا عن نفسهم طبعا خلال الايام الماضيه والاشهر الماضيه والسنوات حتى الماضيه
أن هم مجموعة من اللصوص من القتلة من الفاسدين يحكمون هذا البلد، الهدف منه الاستفادة وجعله خاضع لدول الجوار وللعالم بشكل عام. يعني اللي يريد يدخل خليه يدخل. السؤال هو، وطبعا أثبتوا أن هم لا وطنيين ولا يعرفون شنو معنى الوطنية بهذا الموضوع ولا لهم علاقة بالوطنية، كيف يمكن أن يخلص المواطن العراقي من هذه الحثالات، هذه المجموعات اللي تحكمها اللي سرقته وجوعته ودمرته؟ استاذ محمد، اذا مصر يعني كل الشعب ويبتعد عن المسميات ويطلع طلعه واحده، ذولا ما نخلص عندهم. انا بس اذا تسمح لي بعد تتفق هنا اذا علق على الموضوع، اذا تسمح لي باختصار لو سمحت. نعم، لا مو موضوع مهم. هاي قصه خليك. طيب تفضل ابو احمد، تفضل. ما يذكر بفترة أخرى أنه أحد الأشخاص يطلع يسب أمهات المؤمنين، هذه جريمة. جريمة شنو سبب هذه الجريمة؟ بس أعطيك مثل بسيط، من عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزلة خاصة عند رسول الله، فهذا أنا أعتبره أكو كتاب أنا هواية متأثر به اسمه التشيع العلوي والتشيع الصفوي. يا ناس ابتعدوا عن التشيع الصفوي، ترى هذا التشيع الصفوي هو اللي دمر العالم وهو اللي جاب الطائفيه، واني اشكرك جدا لفضلك. شكرا سيد ابو احمد من بريطانيا. خلونا نكمل مشاهدينا الكرام مع حضراتكم ما لدينا من مواضيع. طبعا احنا عرضنا الفقره الاولى هي فقره المقاطع المتداوله، خلونا ننتقل الى الفقره الثانيه هي فقره الهاشتاج. القوات الامنيه اعتقلت القيادي في التيار الصدري كفاح القريطي بتهمه 4 ارهاب وكذلك بتهم سرقه. لكن كفاح القريطي أو القريطي يتهمه الناشطون أنه من يقف خلف اغتيال المتظاهر في ثورة تشرين ثائر الطيب، كما أنه شارك في مظاهرات التيار الصدري التي خرجت قبل فترة. لكن ظهر كتاب متداول للمكتب العام لميليشيا السرايا أنها أصدرت إعلان براءة من القريطي، ومع هذا تم تداول هذه الصورة التي تشاهدونها الآن من أمام مبنى مجلس النواب. وقد تداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا موقع تويتر واسم كفاح المقتدائي قاتل ثائر الطيب هذه الصورة بعد بضعة أشهر من كتاب إعلان البراءة الذي أصدره أو أعلنه التيار الصدري عن طريق ميليشيا السرايا لإعلان براءتهم من كفاح. هو في هذه الصورة متواجد ضمن مظاهرات التيار الصدري في المنطقة الخضراء أمام مجلس النواب. طبعا مشاهدينا الكرام، لدينا مجموعة من التغريدات التي نعرضها لحضراتكم. ابن تشرين يقول: تخيلوا بأن شخصا جرائمه بدت من عام 2004 إلى حد الآن، يوجد عليه اعترافات من سنة 2008 ولم يعتقل أو يتم التحقيق معه، قتل الشباب في تشرين، سرق من صحة الديوانية أكثر من 950 مليون، عليه أكثر من 219 جريمة، لكم أن تتخيلوا. هدى تقول أو هادة تقول: تيار مقتدى المجرم يقول إحنا طاردين كفاح صار شهرين وثائر الطيب انقتل قبل سنتين، يعني أمر القتل من مقتدى. تغريدة من زهراء تقول: ألف رحمة على روحك الطاهرة، فوق ما متت بقوا يتاجرون بدمك، خوتشارنا الكلوب هاوس ضيم وظلايم. أما بالنسبة للولائيين والصدريين، ابعدوا صراعاتكم القذرة عن شهدائنا. كوثر تقول: هذا الخرط مالت احنا مال احنا انطرد، خليه يفيدكم. شخص قاتل مجرم أسلم للقوات الأمنية وأخلص الناس من شره، لو أعلن براءتي منه وأخلي أي راعي يجي يسوقه ويحميه وبالتالي يقتلني مرة ثانية ولا كأنه شيء صار. معنا اتصال. طيب نكمل مشاهدينا الكرام لدينا من فقرات وننتقل إلى فقرة الإنفوغرافيك. مشاهدينا الكرام، بفقرة الإنفوغرافيك، هناك كوارث بيئية تتوالى على العراق منذ الاحتلال ولغاية هذه اللحظة. دعونا نتابع في هذا التقرير الذي عده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية.
مشاهدينا الكرام معنا السيد ابو علي من ابو غريب، تفضل يا ابو علي حياك الله. السلام ورحمة الله وبركاته، وحيا الله قناة الرافدين الذي يقودها مثنى عارض الضاري، الله يحفظه ويرعاه. حياك الله، اهلا وسهلا، تفضل. اهلا وسهلا بك. والله يا عم القتلة لحد الان موجودين، واليقتلون موجودين، يقتلون بالسنة ويقتلون حشا الشيعة الطيبين. وعدهم جيش المهدي وجيش التابعين المقتدى الصدر، هم اللي يقتلون، اللي قتلوا من اهل ابو غريب اكثر من 1000 واحد. طيب. اكثر من 2000 واحد، اكثر من 3000 واحد، هاي ب 2006، ويقودهم حاكم الزاملي اللي كان يحكم مدينه الطب. معروفين كليتهم، معروفين كليتهم، ولحد الان جيش المهدي موجود ويقتل بأهل السنة حشا الشيعة الطيبين. طيب. اي يعني شو تريد من الحشا اقدم لك؟ والمي والمي اللي حتى الان قاطعينه عن منطقة ابراهيم بن علي، لحد الان المي قاطعينه من منطقة ابراهيم بن علي، ويقودها ميليشيات. طيب ابو علي، انت اكثر من مره سيد ابو علي، اكثر من مره تخابر وتحكي هاي المشكله، مشكله المي ومشكله الكهرباء. ترى انتم بدكم تتواصلون، اسمح لي بس لو سمحت، ترى انتم بدكم تتواصلون ويا مسؤولين في القضاء المحافظه، بدكم تروحون للعاصمه بدكم تسالوهم انه ليش ما عندنا مي، ليش ما عندنا كهرباء، بده يجيكم جواب منهم؟ والله ما يجينا اي جواب من القائم مقام للبرلمانيين اللي شدوا حيلهم على ابو غريب، وما طلع وما عندنا مسؤول، واحنا نخاف نحكي هاي السواليف. ليش تخاف؟ لو يحتقلونا، لو يقتلونا ببيته هو وعائلته. انا احكي لك الواقع. نعم. الواقع. طيب شنو دور الاجهزه الامنيه اللي المفروض تحميكم من الميليشيات؟ احنا بابو غريب ما عندنا اجهزه امنيه، عندنا ميليشيات، عندنا ميليشيات اللي تقود ابو غريب من ساسها الراس. نعم. من ساسها الراسها، واي واحد يحكي من العشائر باي سالفه تخص المي والكهرباء والمولدات، لو يقتلونه، لو يعذبونا تعذيب ويذبونا بالسجن، واحنا اهل ابو غريب يعني خلونا يعني مثل النعامه، وحاطه راسها راسها بالتراب. احنا اهل ابو غريب اعذرونا، ترى خلي يعذرنا الشعب العراقي كلي، اهل ابو غريب ترى هم يتحملون مسؤوليتنا وهم يقودوننا وهم يوزعوننا. طيب نوابكم، مو نوابكم، خلينا نقول نواب المحافظة أو نواب العفو القضاء اللي رشحوا نفسهم واللي قالوا احنا حنسوي لكم وحندعمكم ونساعدكم، وينهم بالله هسه؟ والله يا عمي كلهم حرامية، الله شاهد، من حسين البلودي، الطلال الزوبعي، الطلال حسين الزوبعي، كريم ابو سوده، واللي قادوا ابو غريب كلهم يدحقون على الرباط، شلون يكبر وشلون يترس جيبه وشلون يشتري بالخارج. اي واي شغله سووها بابو غريب الله شاهد، الله شاهد علي وانا المسؤول، واخواني الاربعه اللي انقتلوا. انا لو اتمنى الخامس، بس انا جاي اسولف. نعم. من ابو غريب رحنا اليوم مالت العيون، هاي المستشفى مال ابن الهيثم. نعم. شفت اني من ابو غريب اجلوني شهر على مود اسوي العيون مال ابني علي. طيب. اجلوني شهر. يقول نعم. يقولوا لي ما زولك انت من ابو غريب ما بهذا النص، بهذه الطريقه ردوا عليك لان انت من ابو غريب تتاجل شهر، هيك قالوا لك؟ اي أيوة والله العظيم الله شاهد. قلت لهم اريد اسولف ويا المدير، لان يقولون ذولاك المدير هم الشرطه، ورسالفت ويا الشرطه، قالت قالوا لي انت مازولك من ابو غريب، هو هذا الموعد مال. طيب
سيد أبو علي أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة والعهدة طبعا على القائل مشاهدين الكرام، العهدة على المتحدث، كل من يتفضل ويشارك معنا في برنامجنا هو الذي يتحمل مسؤولية ما يدلي به وكذلك يعني ما يخرج منه من كلام، لكن إن ونحن لسنا هنا بصدد أن نكذب أحد، لكن فقط لنقول بأن إن صدق سيد أبو علي أو صحت هذه المعلومات التي قالها، ونكرر لسنا بصدد أن نكذب أحد، فهذه كارثة عنصرية طائفية أن يتم التعامل مع مريض مراجع في مستشفى بهذه الطريقة، ولهذا السبب يكون هناك تأجيل لمراجعته لمدة شهر كامل، بالإضافة إلى المصيبة الكبرى والكارثة الحقيقية اللي هي سيطرة الميليشيات على قضاء أبو غريب. ويانا السيد عبد الرزاق من بابل، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بس تعقيب على كلام الأخ المتصل لي قبل شوية على مود هاي التأجيل مال المستشفيات. نعم. هذا كله العراقيين، يعني تعرف المستشفيات الحكومية يعني سر الناس تلزم عليها وهذه، وأغلب الدكاترة مع الأسف الشديد يعني يدفعون بالمرابين على المستشفيات الأهلية، لأنه بالمستشفيات الحكومية ما يستفاد. نعم. فهو اليوم اللي أصبح الدكتور يعني اللي تخرج من المهنة ماركة مهنة تجارية مو مهنة إنسانية. فأحب أقول للأخ المتصل قبل شوية هذه معممة على كل العراقيين، لأنه أنا هم عندي أقرباء وهذا هم سوي عمليات من المستشفيات الحكومية، هم أجلهم أكثر من الشهر. حتى على موت ولو يعني صراحة يعني إحنا البلد مالتنا يعني ما عندنا يعني صراحة دولة وحكومة، لأنه يا أستاذ محمد أنت جاي تشوف البلد اللي يكثر به التخلف والفوضى والفساد والجهل والفقر. يعني هذا بلد ما ينحسب من مصاف الدول المتقدمة، هذا تعتبره بلد ميت، لأنه كل الخدمات كل المشاريع ما موجودة. يعني السياسيين اللي عندنا للأسف الشديد كلهم هو اللي ما ياخذوه من هذا البلد، مو ما يعطوه. فلذلك شوف يعني الامراض منتشره، الاميه منتشره، المواطن العراقي يعاني من الالام مالته. ليش؟ لانه احنا ما عندنا سيد عبد الرزاق، سؤال لو سمحت، يعني هم يطلعون على المنابر وامام وسائل الاعلام يتكلمون كلام عن المواطن وعن البلد وعن نهضه البلد الاقتصاديه وعن مساعده المواطن وتوفير كل ما يحتاجه، لكن العراقيين أغلبهم يعني 85% من المقاطعين للانتخابات يعلمون جيدا أن من يتحدث أمام الإعلام من السياسيين هم مجموعة من الكاذبين، والحقيقة مختلفة تماما عن هذه التصريحات وهذه الشعارات. طيب هم على منو يكذبون؟ يعني هذه الشعارات وهذه المصطلحات وهذه الوعود المن دا تعطى؟ منو دا يصدقهم بعد؟ أستاذ محمد، بالنسبة للمواطن العراقي بعد ما تنطلع عليه أكاذيب السياسيين، لأنه عطوهم كل زين وخبروهم والناس يعني شفوهم، وخير دليل هو الانتخابات اللي ما طلعوا العراقيين، يعني اللي طلعوا هم أحزابهم وميليشياتهم اللي طلعوا، فهم نفسهم معترفوا بأنه العراقيين أغلبهم ما طلعوا، فهذا دليل على أنه الطبقة اللي موجودة الحاكمة هي ما مرغوب بها، يعني العراقيين بأكملهم يعني ما يرغبون بهذه الطبقة، لكنه هذه الطبقة اللي تسمى سياسية هذه مدعومة من الخارج. أستاذ محمد أنت تعرف إجا ويا المحتل، والمحتل يعني حاول يعني يلمع الصورة. نعم، هذا أنا أتفق وياك بي، أنا أتفق وياك بي، لكن قصدي أنه يعني كافي كذب، كافي كذب على العالم، ما كافي كذب على الناس، ما كافي كذب على حتى اللي خارج العراق، الناس كلها تعرف حقيقتكم وتعرف انتم شنو ومن يعطينا وشنو الهدف الحقيقي اللي موجود بدماغكم والى اين اوصلتوا البلد بعد هذا الحكم الفاشل الفاسد. بعد شنو هاي لها داعي الشعارات والوعود؟ يعني نعيدها دوله هو شعار نور المالكي اللي حكم 8 سنوات واللي ضيع العراق وكانت حقبة من أسوأ حقب العراق على مدى تاريخ الحديث، رافع شعار يقول نعيدها دولة، معقولة يعني؟ ولا مقتدى الصدر الآن بالثورة، ثورة عاشوراء اللي يسميها،
على منو هذا الضحك؟ يعني على منو هذا الكذب؟ لا يكون على انفسهم اولا، يعني ما يكون على الشعب العراقي. الشعب العراقي اليوم يا استاذ محمد اصبح الاغلبيه هم عرفوا اللعبه وعرفوا الدول السياسيين يأتمرون باوامر خارجيه، والقرار الخارجي هو اللي يعني جاي ينبهوه. والا احنا كنا يعني نعرف الناس كذابين، ناس منافقين، ناس ما عندهم مصداقيه، فلذلك يعني نشوفهم يعني الكذب مالتهم هم يعني جاي يصدقون الكذب مالتهم. لكنه حقيقه الامر احنا كعراقيين نعرفهم ناس يعني ما عندهم اي مصداقيه ويا المواطن العراقي. حتى طبعا ايضا هناك جزء يتحمله، هناك جزء يتحمل بعض من يصدقون لا يزالون يعتقدون أن هناك حل ممكن أن يخرج من هذه الأحزاب، أو هناك خلاص للعراق والعراقيين قد يخرج من هذه الأحزاب. هناك من لا يزال يعتقد. هذه مشكلة كبيرة طبعا أن يكون هناك جزء من هذه العقول في المجتمع العراقي. تعتقد برأيك تأثر سلبا على بقية العراقيين؟ أستاذ محمد هذه قلة قليلة، هذه قلة قليلة ما تأثر، لكنه احنا بنفس الحال يعني راس توعية، يعني كثف من البرامج التوعوية للمواطن العراقي والنبهة حتى على موت هذه، حتى اللي كان يعني عقله مغير يفهم، يعني يفهم اللعبة. اكو انا وياك على السوق وياك، اكو ناس يعني مغيبة عقولهم وبعده يعني متأثر بفلان وعلان، بفلان رجل الدين، بفلان سياسي، اكو. لكنه احنا ارادنا توعيه والمواطن العراقي صدقني يا استاذ محمد من يتثقف ويوعى وهذه، لا ان شاء الله يعني مصير دوله الى جواب. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل، اشكر حضرتك. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، اشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعه والى اللقاء.